ميليشيا الحوثي تكثف من خروقاتها للهدنة وترتكب 49 خرقا في الساحل الغربي. اتفاق ستوكهولم أكبر عملية دعم أممي لميليشيا الحوثي على مدى 3.5 أعوام. ألمانيا تتعهد بتقديم نحو 10 ملايين دولار لدعم القضية والخطة الأممية الرامية إلى تفادي كارثة الصابر. السلام عليكم ورحمة الله. عاودت ميليشيا الحوثي التصعيد بالطيران المسير مساء الأربعاء بعد تصعيد مماثل في ساعات الصباح ضمن 48 خرقا ارتكبته في جبهات الساحل الغربي. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن ميليشيا الحوثي أطلقت قذيفة AR-60 من طيران مسير صوب موقع عسكري في محور حيس لترتفع الهجمات من هذا النوع إلى 6 هجمات. وأوضح أن الخروقات الحوثية في المحور ذاته بلغت 37 خرقا استخدم خلالها الطيران المسير الهجومي والتجسسي ومختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات. وشملت أيضا خطوط التماس في أطراف مديريتي شمير وجبل رأس وجنوب مديريتي الجراح والتحيتة وفي محور البرح غرب تعز. وثقت وحدات الرصد أكثر من 11 خرقا في الكدحة ومقبنة بينها طيران مسير استطلاعي. وفر اتفاق السويد للحوثي مليارات الدولارات وأنقذه من نهاية وشيكة ما جعل مراقبون اقتصاديون وسياسيون يعتبرون هذا الاتفاق أو اتفاق ستوكهولم أكبر عملية أممية لدعم ميليشيا الحوثية. كانت عناصر ميليشيا الحوثي تنتحر على أسوار مدينة الحديدة، والقوات المشتركة قاب قوسين أو أدنى من تطهير عروس البحر الأحمر بالكامل، لكن الأمم المتحدة مثلت طوق نجاة للحوثيين بإيقاف التحرير بحجة تقليل الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب. وتم التوقيع على اتفاق سويد في العاصمة السويدية ستوكهولم بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018. الاتفاق تضمن تسليم مدينة وموانئ الحديدة للسلطة المحلية وإخراج المسلحين منها وفك الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وكذا عملية تبادل الأسرى، لكن لم يحدث شيء من ذلك. ففي مسرحية هزلية قامت ميليشيا الحوثي بوضع الموانئ تحت قبضة عناصرها المقاتلين بزي عسكري. ومنذ تلك اللحظة تحكمت الميليشيا بعائدات موانئ الحديدة التي تصل إلى 10 مليارات ريالات شهرياً، إضافة إلى إيرادات المكاتب التنفيذية بالمحافظة، وسخرتها في مصلحة ما يسمى المجهود الحربي. كما لم تقم بتحويل عائدات موانئ الحديدة من سفن الوقود إلى فرع البنك المركزي بالحديدة لسداد مرتبات الموظفين وفق بنود اتفاق سويد. وفي مقابل ذلك استخدمت ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واللحية للتمويل والتسليح وإدخال الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الإيرانية إلى اليمن باعتراف أحد قيادات ميليشيا حزب الله اللبناني. لما صارت الأمم المتحدة للهدنة اللي صارت كانت الحديدة صارت من إيدنا، إذا خسرنا البحر ما راح يوصل لا دعم ولا مجاهدين لعنا. بدنا حشد كبير من المجاهدين، بدنا نرتب صفوفنا لمنع سقوط الحديدة. اتفاق فك الحصار عن محافظة تعز هو الآخر تم نقضه من خلال تشديد حصار الحوثي على المدينة، ورفضت الميليشيا حتى في ظل الهدنة الحالية وتمديدها 2 شهرين إضافيين فتح الطرقات والمعابر حتى تظل متحكمة بالعوائد الضخمة التي تنهبها من المدينة الصناعية في محافظة تعز. وأما ما يخص تبادل الأسرى فلم يشهد هذا الملف الإنساني البحت سوى الإفراج عن نحو 1100 أسير من الطرفين، أي أقل من 10% من القوائم التي تضمنت 15,000 أسير. مراقبون وبعد 3.5 سنوات على اتفاق سويد الذي لم تنفذ الميليشيا أي من بنوده حتى بعد قرار القوات المشتركة إعادة التموضع منتصف نوفمبر من العام الماضي، يؤكدون على أهمية إعداد العدة والحسم العسكري لاستعادة الدولة
وتوجيه القوى الوطنية صوب تحرير ما تبقى من مدينة الحديدة وتحريك جميع الجبهات العسكرية في بقية المحافظات لتحريرها وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء بعد أن تنصلت الميليشيا الإرهابية من جميع التزاماتها الخاصة باتفاقية ستوكهولم والهدنة الحالية. تصاعدت في الآونات الأخيرة مشكلة كهرباء محافظة الحديدة في وجه ميليشيا الحوثي بعد سخط شعبي جعل من الميليشيا تقوم بتغييرات طالت قمة وزارة الكهرباء ودفعت بعبد الملك الحوثي لعقد لقاء عبر دائرة تلفزيونية مع عدد من أبناء المحافظة وصف بالمضلل بعدما تم دعوة أبناء المحافظة للتحشيد إلى الجبهات وعدم التطرق للكهرباء إلا في عبارات مقتضبة لم تجد نفعا في تهدئة الغضب الشعبي. تجاوزت عائدات صندوق مدينة الحديدة خلال الهدنة الإنسانية من المشتقات النفطية 30 مليار ريال خلال 75 يوما قال مطلعون بأنها من المفترض أن تصب في خدمة المحافظة ودعم الكهرباء والتخفيف على المواطنين بعد حالات وفاة تم رصدها جراء ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع شبه كلي للخدمة والاكتفاء بتوليد الكهرباء عبر مولدات خاصة يقول ناشطون بأنها تابعة لنافذين حوثيين. هذا ويقول واقع الحديدة كمدينة أنها بحاجة إلى 30 ميجاوات لتشغيل المدينة بكامل طاقتها للمنازل وإنارة الشوارع والأسواق التجارية وتشغيل المكيفات، لكن سلطة الحوثيين المحلية ووزارة الكهرباء قالت بأن محطة رأس الكثيب تفتقر لمادة المازوت في إشارة واضحة لنهب الحوثيين النفط الداخل إلى مناطق سيطرتهم وإهمال الحديدة التي باتت عبارة عن ممر عبور لهذه المشتقات دون ما مراعاة لحال المحافظة والمواطنين فيها. لقاء السيد القائد بأبناء محافظة الحديدة لقاء الرحمة والمحبة. عبد الملك الحوثي ظهر في أحد مساجد الحديدة من وراء جدار ليمتص الغضب الشعبي في الحديدة بعد حملات واسعة تتهم ميليشياته بنهب الصندوق المخصص لدعم المحافظة وتجاهل إعادة محطة الكثيب الحكومية للعمل والذي تم التحجج حوثيا بأنها تخضع حاليا للصيانة. وفي تصريح آخر أعلنت مصادر حوثية بأن المحطة تفتقر للوقود لتشغيل التوربينات. ومحطة رأس كثيب قادرة لو اشتغلت قوتها الإنتاجية أكثر من 100 ميجا بتغطي الحديدة ويكون عندها فائض لباقي المحافظات. إيش المشكلة؟ قالوا ما فيش مازوت ما فيش ديزل. طيب الزلط اللي موجودة داخل هذا الصندوق وين راحت؟ التضارب في التصريحات يأتي في ظل استحداث الميليشيات ظلا لوزارة الكهرباء تحت مسمى المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة. يقول مطلعون بأن الميليشيات تسعى من خلالها لإدارة مولدات الكهرباء التجارية وإدارة عائدات محطة الكثيب تحت إطار إيراد هذه المؤسسة المستحدثة والتربح والكسب خارج إطار خدمة المواطنين. معانا مليارات حقنا من جيوبنا من حر مالنا موجودة، وين راحت؟ ويواجه الحوثيون حالة سخط شعبي واسع من سكان الحديدة برزت تعبيراته من نشطاء وإعلاميين من أبناء المحافظة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما أعاق الحوثيون تشغيل محطة الكثيب تحت مبررات عديدة وتم بيع صندوق دعم المحافظة من متنفذين حوثيين مقابل 60 مليون ريال تدفع للمحافظ بحسب مستندات تداولها ناشطون. تعهدت ألمانيا بتقديم أكثر من 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تشكلها ناقلة النفط صافر قبالة سواحل الحديدة. وقالت وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة لديها خطة لإنقاذ، وأيضا أطلقت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لإنهاء الخطر الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من ناقلة صافر، ويجب أن نتحرك الآن لمنع ذلك. وتحتاج الأمم المتحدة وبصورة عاجلة لنحو 80 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى، بينما لم تجمع حتى الآن سوى نحو 50 مليون دولار. وفي محافظة تعز يعيش المواطنون بين التطلعات والخيبات من زيارات الأمم المتحدة للمحافظة التي تعاني من وضع إنساني يزداد سوءا، ما يستدعي لإيلائها اهتماما من قبل الأمم المتحدة والحكومة. جاءت زيارة وفد منظمات الأمم المتحدة برئاسة نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة للإطلاع على أهم الاحتياجات الأساسية لمحافظة تعز التي يعيش قرابة 80% من سكانها تحت خط الفقر،
وتزداد المخاوف في ظل استمرار التحذيرات الأممية من انقطاع المساعدات الإنسانية التي تشهد نقصا كبير في طريقها نحو الانقطاع. فهل تلبي زيارة الفريق الأممي تطلعات المواطنين في تعز؟ زيارة منسق الشؤون الإنسانية لمحافظة تعز لا تعني لنا شيئا، لأن مثل هؤلاء الذين يكثرون من الوفود والزيارات لا يزيدون إلا ضرا بتعز، لا يلتفتون إلى معاناة المواطن البسيط، وإنما يلتفتون إلى ما يقوله الساسة والمترفون تحت المكيفات. نريد منه أن يتكلم بالحقيقة ما شاهده بمحافظة تعز زيارته الأخيرة على المعابر الموجودة والضغط على الميليشيا الحوثية بفتح المعابر الأساسية، بحيث أن المواطن يشمله على الأسعار، تشمله المستشفيات، بحيث أنه يروح يتعالج في صنعاء، في عدن، في كذا، يلبي الطلبات، يوصل الرسالة الإنسانية. ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا سيما أسعار الحبوب بين الحين والآخر وسط توقعات ترجح استمرارها بالارتفاع إلى مستويات ليس من السهولة بمكان السيطرة عليها، يبعث على نوع من القلق في ظل نضوب تمويل العمل الإنساني وعدم وضع الدراسات والآليات من قبل الحكومة للحد من الأزمة وتبعاتها الاقتصادية بحسب مختصين. رأينا أن المسؤولين الأمميين يصرحون أن سيبدأون يقلصون مساعدتهم الغذائية إلى اليمن بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا، وبالتالي هذا ما ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، وهو ما يحتم على الحكومة القيام بواجبتها والبحث عن بدائل أخرى للاستيراد وتغطية الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلية من القمح والسلع الأساسية الأخرى. يواجه السكان في تعز وضعا غذائيا طاريا رغم ضبط أولوياتهم الشرائية، غير أنه يقترب من الدرجة الخامسة التي تعني وجود مجاعة مؤكدة وسط صمت مريب للجهات الرقابية. تحكي أسطورة مثل يمني قديم إن بإمكان 7 أشخاص أن يقتسموا حبة سمسم في دلالة على الإيثار والقناعة، غير أن الحرب أفقدت الناس كافة أنواع الحبوب وجرفت بأعداد مهولة نحو المجاعة. أما آن لهذه الحرب أن تكف أذاها؟ عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز. إلى ذلك أدى ارتفاع أسعار العقارات وإيجار المساكن إلى تفاقم معاناة المواطنين في مدينة مارب في ظل غياب الرقابة وأيضا الخاصة بالحكومة. ارتفاع مستمر في أسعار الإيجارات والشقق السكنية والعقار وندرة الحصول عليها في ظل العقارات المحدودة في مدينة مأرب، واستغلال ملاك العقارات لارتفاع نسبة الطلب على الشقق السكنية والعقار وقلة العرض، ما جعل الآلاف من المواطنين غير قادرين على العثور على شقق سكنية نتيجة ارتفاع سعرها أو عدم توفرها. اتخاذ القرارات ولكن لم نستطع بالخروج إلى حل نهائي للحد من الارتفاع الجنوني للإيجارات، وذلك لأسباب كانت عديدة، منها ارتفاع أو عدم استقرار العملة، كذلك عدم الاتساع في الرقعة العقارية أو البناء السكني لمحافظة مأرب، حجم محافظة مأرب الصغير الذي استقبل الكم الهائل من النازحين الذي وصل إلى 3,500,000. يعيش المواطن في مدينة مأرب في بيئة من الخوف والقلق تبدأ من رحلة البحث عن سكن لائق وكافي له ولأفراد أسرته، إلى الخوف من رفع المؤجر للإيجارات بحلول العام أو إجباره على الخروج في حال لم يوافق على زيادة في ظل غياب الرقابة وإهمال السلطات المحلية. استمرار شعور المواطن بعدم الأمان قد يسبب أنه ينتقل للعيش في مناطق نائية بعيدا عن الخدمات، الاستمرار في العيش في حالة نفسية قد يتعرض للمضايقات، للخروج، لأن المستأجر يخرجه كون لم يدفع الإيجار، هذه مشكلة كذلك أو أثر من آثار ارتفاع إيجار العقارات. تعد المساكن وإيجارات العقارات الباهظة في طليعة الأزمات التي أنهكت الأسر اليمنية منذ بداية الحرب،
فارتفاع الإيجارات سبب أيضا في تعثر العديد من المشاريع الصغيرة التي تشكل نسبة كبيرة من مصادر الدخل التي تعتمد عليها الكثير من الأسر في محافظة مأرب، في ظل تدهور العملة الوطنية وانقطاع الرواتب الذي بدوره فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. المشاكل التي يعانيها المستأجر في مأرب هي مطالبة بدفع مبلغ مقدم للشقة أو للبيت التي يحاول السكن فيها، وثانيا مطالبته بوقت ما بالخروج أو بزيادة رفع الإيجار عليه، هذا ما يؤثر على نفسية النازحين أو الوافدين إلى محافظة مأرب. بات المواطن في مدينة مأرب اليوم إذا ما أراد الحصول على شقة سكنية للعيش لا يستطيع أن يدفع ثمنها بسبب الإيجارات المرتفعة في أسعارها، وذلك بسبب ضعف دور السلطات والتشريعات التي تنظم العلاقات بين المستأجر والمؤجر. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب. استشهد الصحفي صابر نعمان الحيدري واثنان آخران مساء الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عدن. وقال مصدر أمني إن الصحفي الحيدري الذي يعمل مراسلا للوكالة اليابانية واثنين آخرين استشهدوا فيما أصيب رابع بحروق مختلفة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة الحيدري في مديرية المنصورة. يشار إلى أن مقتل الحيدري يأتي بعد أشهر من مقتل الصحفية رشا الحرازي وإصابة زوجها بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتهما أواخر نوفمبر الماضي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأستاذ فتحي بن الأزرق. مرحبا بكم أستاذ فتحي، ما هدف جريمة التفجير التي استهدفت الحيدري ومن يقف وراءها برأيك؟ أولا تعازينا بأسرة الشهيد وتعازينا للوسط الصحفي في اليمن. القضية للأسف شديد غامضة حتى اللحظة، لم يصدر بيان أمني يوضح ما حصل أو تفاصيل ما توصل الأجهزة الأمنية، لكن عامة هذا الاستهداف هو الاستهداف الثاني ضمن حملة استهداف تستهدف الصحفيين في محافظة عدن. الغريب والعجيب أن عملية الاستهداف هذه تستهدف صحفيين المعلومات عنهم فيها للغاية، يعني أنا كصحفي ربما قطاع صحفي كثير كانت عنده المعلومات شحيحة عن الاستهداف الأول والاستهداف الثاني. الأطراف التي استهدفت هؤلاء كيف وصلت إلى هذه المعلومات، كيف عرفت تحركهم، يعني القضية للأمانة بقدر ما هي غامضة أيضا خطيرة، وتسلط الضوء على أن ربما تسلط الضوء على أن هناك عمليات استهداف منظمة جدا تستهدف نوع معين من الصحفيين، هدفها ربما إيصال رسالة معينة لطرف معين في المجتمع في الأطراف السياسية المختلفة. لكن عامة بعيدا عن هذا، نحن بحاجة أن ندين، أولا ندين هذا الفعل، أن نطالب كل الأطراف السياسية المتصارعة في اليمن أن تدين استهداف أي صحفي في أي محافظة يمنية. عملية استهداف الصحفيين فعل خطير للغاية وأمر للأمانة يجب أن تتحرك كل الأطراف أولا بإدانته، وثانيا بالالتزام باحترام العمل الصحفي، باحترام قدسية المهمة الصحفية، بالنأي للصحفيين عن مكامن الصراع الحالية. الصحفي في الأخير هو عنصر محايد لا صلة له بالصراع الدائر هنا وهناك، ربما ينقل الأحداث وهي أمر ربما لا يروق لبعض الأطراف، لكن عامة يجب أن يفعل مبدأ الحماية الصحفية لكل الصحفيين. نحن ننتظر تحركا حكوميا خلال هذا الموضوع، أيضا ننتظر تحرك. نعم أستاذ فتحي، يعني في ذات الموضوع، نعم يعني مقتل أو استشهاد الصحفي الحيدري جاء طبعا بعد أشهر من استشهاد الصحفية رشا الحرازي، ما المطلوب للحيلولة دون وقوع مثل هكذا جرائم وخصوصا في المناطق التي حررت من ميليشيا الحوثية أو المحافظة بشكل عام، ليس فقط في عدن فحسب؟ القضية ليست قضية عدن، عدن مثلها مثل أي منطقة أخرى في المحافظات المحررة. المطلوب
من كافة الأطراف الأمنية، سواء في النخا، في تعز، في مارب، في حضرموت، في زيون، وفي عدن، وفي أبين، في كل المحافظات المحررة، تعزيز الإجراءات الأمنية، توحيد البنود الأمنية، توحيد غرفة العمليات، مثل هذه الإجراءات الأمنية توضح بجلاء أننا حينما نتحدث ومنذ 8 سنوات نقول أننا بحاجة إلى أن تتوحد الأجهزة الأمنية، تتوحد العمليات الأمنية، تتوحد الجهود، تكون هناك فعلا أجهزة استخباراتية تمتد على كافة المحافظات المحررة، تتبادل المعلومات، تتبادل التنسيق، تتبادل الإجراءات الأمنية، أن يكون هناك جهد أمني موحد. إذا كان للأمانة، إذا كان هناك جهد أمني موحد، جهد أمني منظم، العملية الاستخباراتية تعمل وبشكل كامل، صدقني لن تكون هناك أي اختراقات أمنية. لكن للأمانة كل محافظة أو ربما كل منطقة ضمن المناطق المحافظات المحررة تعمل بجهاز أمني منفصل عن المنطقة الأخرى، وهذا الأمر للأسف الشديد سهل عملية الاشتراك لكافة هذه المناطق. هذه الواقعة والواقعة السابقة، وأخشى أن نقول الواقعة التالية، وربما ستعزز صوت المطالب بضرورة وجود عمل أمني موحد، تفعيل كافة أقسام وزارة الداخلية، الأجهزة الاستخباراتية، الأجهزة الأمنية، كافة الأجهزة التي تتصل بأمن الوطن يجب أن تفعل، ويجب أن يتم التنسيق لكي نتجنب مثل هذه الحوادث. نعم، أيضا في ذات النقطة، وأعتذر للمقاطعة أستاذ فتحي، يعني أصابع الاتهام وجهت في هذه الجريمة وفي الجريمة السابقة لميليشيا الحوثي. طبعا عدم محاسبة الجناه وعدم الحلول المناسبة كما تحدثت أنت في أي منطقة محررة من ميليشيا الحوثي، أليس هذا يعني مدعى لاستمرار مثل هكذا الجرائم؟ وأقصد هنا عدم محاسبة مرتكبي أو إيضاح من هم الذين ارتكبوا أو المتسببين في هكذا جرائم. هي المشكلة التي نعاني منها منذ سنوات، أنه لم يتم تقييم أي طرف ارتكب أي جريمة للمحاكمة، سواء في عدن أو حتى في المحافظات الأخرى. هذه مشكلة المحافظات المحررة بشكل كامل، أنه يتم الحديث دائما عن ضبط جناه وتتلى هناك اعترافات وغيره، لكن في الأخير للأسف الشديد هذه الأشياء لا تذهب إلى القضاء أو لا تصل إلى سلسلة القضاء لكي يقول القضاء كلمته. نحن فعلا بحاجة أن نرى كل المتهمين أو الأشخاص الذين يعترفون بقضايا جنائية، بقضايا تسجيلات، بقضايا إرهاب، نريد أن نراهم في ساحة القضاء، ودون ذلك للأمانة سيظل الفعل الأمني قاصرا عن تحقيق نتيجة. نعم، إذا رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأستاذ فتحي بالأزرق كنت معي ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفي نشرتنا أيضا، تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصول زعماء من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى كييف. بأي حق الحوثي يقصف علينا هنا لما نازلنا وإحنا نازحين؟ بأي حق؟ هذا ولا بحق الإنسانية؟ هذا الدمار والخراب، الآن أصبحنا بلا مأوى، فين نروح؟ الحوثة لم يخلوا حنا ننام ولا نستقر في بيوتنا. بأي ذنب يقتلوا الأطفال والنساء وهم في بيوتهم آمنين؟ يا أصحاب المصيرة الشيطانية، اتقوا الله في الناس. أهلا بكم. أساليب عدة يقوم بها الأسرى الفلسطينيون للاحتجاج على الجرائات التعسفية للسجان الإسرائيلي، منها الإضراب عن الطعام وعدم المثول أمام المحاكم الإدارية. لا تزال أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع مستمر في ظل همجية ووحشية الاحتلال التي لم تتوقف يوميا عن اعتقال الفلسطينيين بشتى أعمارهم، خاصة أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قفزت بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 650 أسيرا إداريا من بينهم نساء وأطفال.
كثير من التصرفات الصهيونية أو الإسرائيلية في داخل مصلحة السجون الإسرائيلية، يأتوا في حين الإضراب يأتوا بالأكل على باب الأقسام، باب أقسام السجون، ويعملوا شوي ويعملوا كذا مشان إحنا نقدر نتساقط، ولكن كنا أقوى من كل هذه المهاترات وأقوى من كل هذه الأمور اللي كانوا يستبدون بها، وكانوا يعطونا الزوندة الحقنة، يحقنونا بالغصب عنا، يشربون الحليب من داخل البربيش على معدتنا من أجل أنه إحنا نضل أحياء وسنبقى أحياء بالغصب عنهم. الإضراب عن الطعام، معركة يخوضها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية رفضا لسياسة السجان الإسرائيلي كالاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والتعذيب والقمع والإهمال الطبي وحرمان أهاليهم من الزيارة إليهم، ما يدفع الأسرى لمقاطعة المحاكم الإدارية التي صدرت بحق 750 أسيرا فلسطينيا، في حين يواصل أسرى فلسطينيين إضرابهم لليوم 100 على التوالي وسط ظروف صحية خطيرة. نحن أمام جريمة إسرائيلية أخرى مكتملة الأركان، حيث أحمد مناصرة وإسرائيل جعبيس واليوم يسر المصري المريض التي تقطعت أحشائه جراء تفشي مرض السرطان في جسد هذا الأسير. نحن فعلا أمام هذه الجريمة، على المؤسسات الدولية أن تتدخل من أجل رفع الظلم عن الأسرى وبالتحديد الأسرى المرضى والأسرى الإداريين. 100 يوم من الإضراب المفتوح الذي يخوضه أسرانا بشكل مستمر في ظل هذا الجو الحار الذي ضرب كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لذلك المطلوب منا فلسطينيا وعربيا التدخل والتدخل الفوري من أجل رفع هذا الظلم عن أسرانا وفي المقدمة الأسرى المرضى والأسرى الإداريين. 73 شهيدا فلسطينيا في زنازين التحقيق منذ عام 1967 نتيجة التعذيب وهجمات قوات القمع الذي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، وما يزيد الأمر قساوة وجوب قضاء فترة الحكم للأسير الفلسطيني حتى لو فارق الحياة. الاعتقال الإداري تهمة لمن لا تهمة له، يقوم جهاز التحقيق الإسرائيلي بتلفيقها للأسرى المعتقلين الجدد مستخدما أبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات باطلة ومختلقة وعارية من صحتها. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة. تواصل القوات الروسية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي دخلت يومها 13 بعد 100 وتدمير مواقع البنية التحتية العسكرية وتصعيد الضغط على قوات حكومية في كييف ودونباس بهدف السيطرة على المنطقة كاملة. وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن تعطيل كييف لإجلاء المدنيين من مصنع أزوت في سيفرودونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها. إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا فورا وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكان القادة الأوروبيون الثلاثة قد وصلوا بالقطار إلى كييف يوم الخميس في رحلة استغرقت نحو ساعات، انطلقت من جنوب شرقي بولندا، وقد التقى القادة الثلاثة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقاموا بجولة في شوارع إيربين. ومن جانبه حذر الكرملين من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول القادة الثلاثة إلى كييف. وفي الملف النووي الإيراني، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن العودة للاتفاق النووي مع طهران لا تزال قائمة، وهنالك اتفاق على الطاولة يمكن للإيرانيين الموافقة عليه. وأوضح سوليفان أن الخطوات إيران في التخصيب وإزالة الكاميرات غير مساعدة، وسيتم الرد على ذلك من خلال زيادة الضغط الاقتصادي عليها. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن كانت مخلصة وثابتة في اتباع مسار دبلوماسي هادف لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي حسب تعبيره. وتتابعون بعد الفاصل أيضا.
مزرعة الشهاب في خيس تتحول إلى أرض جرداء كخالي العشرات من المزارع بسبب الحرب. أهلا بحضراتكم من جديد. تضرر قطاع النقل في اليمن وبشكل كبير، حيث كشف تقرير اقتصادي أن إعادة إعمار هذا القطاع يتطلب مبالغ مهولة كغيره من القطاعات التي دمرتها الحرب. شبكات طرق خرجت عن الخدمة لتقطع أوصال اليمنيين وتجعلهم يدفعون ثمن خرابها بقطعهم مسافات طويلة، وطرق وعرة وجسور مدمرة تحتاج إلى مبالغ مهولة لإعادة إعمارها. فقرابة 8 سنوات كانت كفيلة بتدمير البنية التحتية وتكبيد قطاع الطرق خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار كغيره من القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تشكل في مجملها البنية التحتية للبلد. أكثر من 400 مليار دولار قدرتها دراسة اقتصادية حديثة كاحتياجات مالية للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع النقل بعد تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمضارات وتعرض 29% من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، و50% أو أكثر من البنية التحتية لشبكة الطرق في مدن تعز وصعدة ومأرب للضرر. أرقام مهولة كشفتها تقارير عدة حول تقييم الأضرار، فما لا يقل عن 1240 كيلومتر من الطرق تضررت بشكل كبير في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وتعز وأبين ولحج، وتوقفت العديد من مشروعات الطرق الريفية وعقود صيانة الطرق والجسور، ما عطل الكثير من فرص العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وتعرضت موانئ الحديدة والصليف والمخا لأضرار جسيمة في منشأتها وبنيتها التحتية نتيجة سيطرة الميليشيا عليها واستخدامها في استيراد السلاح وتحويل مواردها إلى جيوب مشرفيها، حيث لا يزال ميناء الحديدة مفتوحا بشكل جزئي ويعمل بنحو 40% من طاقته، فيما تعرض ميناء المخا لأضرار بالغة حينما وصلت الميليشيا إليه وعاثت فيه الفساد قبل تحرير مدينة المخا منها. عود الريال اليمني التراجع أمام العملات الأجنبية بعد تحسن طفيف شهده عقب مشاورات الرياض في إبريل الماضي. الريال اليمني واصل خسارة قيمته أمام العملات الأجنبية في عدن وبقية المناطق اليمنية المحررة بعد أشهر قليلة من التعافي النسبي، حيث اقترب سعر صرفه من سقف 1150 ريال للدولار الواحد. التراجع الجديد يأتي بعد يوم واحد على مزاد نفذه البنك المركزي اليمني لبيع 30 مليون دولار أمريكي ضمن مزادات أسبوعية ينفذها، حدد خلاله سعر المزاد ب 1075 ريالا بزيادة 78 ريال عن سعر مزاد نفذه الأسبوع الماضي، حدد فيه 997 ريالا للدولار الواحد. موجة الخسارة الأخيرة بدأت منذ أسبوع مع فشل الحكومة في إقناع الشركاء في التحالف لدفع التعهدات التي تم الإعلان عنها عقب تشكيل المجلس القيادي الرئاسي والمقدرة ب3 مليارات دولار والتي ستسهم في التعافي، غير أن مراقبين اقتصاديين يعيبون على البنك المركزي عجزه عن اتخاذ أي خطوات لتفعيل أدوات السياسة النقدية والسيطرة على الكتلة النقدية المتضخمة في مناطق سيطرته، ومنع الحكومة من السحب على المكشوف ما يدفعها لتعزيز كفاءة تحصيل الموارد وهي جميعها مفاتيح الحفاظ على العملة والحد من الانهيار. موجة الانهيار زادت من حدة مخاوف المواطنين جراء استغلال التجار لهذه الموجة ومسارعتهم رفع أسعار المواد الغذائية والسلع بصورة ملحوظة بعد أن كانت تتزايد أسعارها بشكل طفيف وغير ملحوظ. دعوة أمريكية بريطانية لجميع الأطراف لاحترام استقلالية البنك المركزي اليمني ودعم جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد،
والبنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، والسلفادور تفقد 50% من استثماراتها في العملة المشفرة بيتكوين. جولة اقتصادية جديدة ونستهلها بالشأن المحلي، حيث دعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة جميع الأطراف إلى احترام استقلالية البنك المركزي اليمني ودعم جهوده لتحقيق الاستقلال الاقتصادي في جميع أنحاء اليمن. وعبرتا في بيانين منفصلين للسفير الأمريكي والسفارة البريطانية عن قلقهما إزاء تصعيد الخطاب ضد البنك المركزي وموظفيه، مثمنين الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعميق وتوسيع الهدنة بما في ذلك الحوار حول القضايا الاقتصادية والنقاشات حول الرواتب. وكان البنك المركزي عبر في بيان عن استغرابه من الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسؤوليه تلميحا وتصريحا بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء. استأنفت شركة المكلل الحديد والصلب المحدودة إعادة تشغيل مصنع بطاقة إنتاجية 10,000 طن كمرحلة أولى، وسيتم رفع الإنتاج مستقبلا إلى 25,000 طن شهريا. وقال مدير عام الشركة إنه تم إعادة تشغيل المصنع رسميا بعد توقف اضطراري في 2012 بسبب الحرب والاضطرابات وعدم توفر المواد الخام والخبراء الأجانب وعدم استقرار أسعار المشتقات النفطية. وأشار إلى أن رأس مال المشروع يبلغ 160 مليون دولار بمساهمة حكومية تتمثل بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومستثمرين محليين وأجانب، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب المؤهلين. أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالي 30 عاما، مع رفع معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية لتتراوح ما بين 1.5 و1.75%، وهي الثالثة على التوالي لمواجهة ارتفاع التضخم. وتوقع البنك أن يبلغ التضخم أكثر من 5% هذا العام مقابل 4.3% كان متوقعا في مارس، وسيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة. ويأتي القرار الفيدرالي الأمريكي ضمن إجراءات مواجهة التضخم في البلاد بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عاما خلال مايو الماضي. وأخيرا، فقدت السلفادور 50% من استثماراتها في عملة البيتكوين بعد الخسارة المدوية التي تعرضت لها العملات المشفرة، حتى وصل التقييم الحالي للمحفظة الخاصة بالدولة إلى أكثر من 52 مليون دولار مع احتمالية التراجع لمستوى أكبر. وأنفقت السلفادور وهي أول دولة تعتمد البيتكوين رسميا أكثر من 103 ملايين دولار للحصول على إجمالي 2301 وحدة بيتكوين منذ 7 سبتمبر 2021، ووصول سعر العملة إلى ما دون 23,000 دولار بعد أن كانت لامست 68,000 دولار لتفقد 50% من أعلى قيمة حققتها. زار مدير عام شرطة الحديدة العميد نجيب ورق ورئيس نيابة الحديدة القاضي أحمد الدهني السجون بمديرية خيس للاطلاع على أوضاع النزلاء فيه، حيث استمعا لهمومهم وناقشا بشكل مستفيض الأوضاع التي يعانون منها. وجاءت هذه الزيارة بهدف الاطلاع على أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف والنظر في القضايا غير الجسيمة والإفراج عن المحتجزين بالضمان الكافي لمثولهم أمام النيابة أو المحاكم وسرعة الفصل في قضاياهم. وفي الحديدة أيضا تمتلئ أراضي السهل التهمي وبامتداد النظر بالمزارع التي تغذي السوق المحلية في البلاد، لكن الحرب جعلت غالبية تلك الأراضي جرداء كمزرعة الشهاب في حيث التي تعد ونموذجا لعشرات المزارع. أراض زراعية على امتداد النظر في مناطق جنوب الحديدة جعل منها القحط والجدب أشبه بالأرض المحروقة. الحرب ساهمت بشكل مباشر فيما آلت إليه حال هذه الأرض كغيرها من أراضي السهل التهامي الذي كان يعتبر سلة اليمن الغذائية
أو هكذا يجب أن يكون. مزرعة الشهاب في مديرية حيس واحدة من عشرات المزارع هجر عنها أهلها، ساهم موقعها الكائن وسط خطوط النار في تحويلها إلى أطلال. هذه مزرعتنا، طبعا المزرعة أصبحنا على خطوط التماس، فانتهى كل ما في المزرعة والأرض انتهت يعني بشكل نهائي بشكل كلي، سواء من البومبة الذي في البير أو المطر. الوضع ده قد في كما ترى يعني. المزرعة كانت هذه تنتج أنواع المحاصيل الزراعية، فالآن أصبح يعني لا شيء فيها. اليوم وفي ظل التأمين العسكري وتطبيع الحياة التي تشهدها مديرية حيس، عاد إلى المزرعة أهلها، لكنهم وجدوها قد باء بحاجة إلى إعادة تأهيل، وقد كانت من قبل مروجا خضراء تنتج مختلف الخضروات ومحاصيل الحبوب. أسر عايشة عليها كامل، كانت ترعى وتشتغل كل يوم في على مدار السنوات. فأنا الآن 4 سنة هذه المزرعة فانتهت انتهى كل يعني. ناشد الجهات المعنية عشان يعيدوا النظر في وضع المزارعين عندنا، فأصبحت حالة المزارع يعني يرفع عليها، ودعمنا بال يعني طاقة شمسية ولا مثلا شيولات يدرون يعني يعيدوا إعادة تشغيل المزرعة من جديد. كانت تزرع كافة المحاصيل الزراعية من ذراء، من بامية، من قصب، من طماط وحبحب. بشيء من الأسى يناظرون أشجارها وأرضها الجرداء ومعداتها التالفة كليا التي لم تعد صالحة للاستخدام، وهي التي كانت مصدر رزق وإعالة عشرات الأسر. واقع الحال يستدعي تدخلا مباشرا من الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع وتشجيع النشاط الزراعي على العودة، وهو ما تقتضيه الظروف الاقتصادية والمعيشية، ليس للمزارعين فقط بل للسوق المحلية التي باتت بحاجة لعودة المنتجات المحلية من الخضار والحبوب والفواكه. من محافظة الحديدة، حسام بكري، اليمن اليوم. ختام هذه النشرة عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها. ليش الحوثي تكثف من خروقاتها للهدنة وترتكب 49 خرقا في الساحل الغربي. اتفاق ستوكهولم أكبر عملية دعم أممي لميليشيا الحوثي على مدى 3.5 أعوام. ألمانيا تتعهد بتقديم نحو 10 ملايين دولار لدعم الخطة الأممية الرامية إلى تفادي كارثة صافر. أنتم والوطن بألف خير وإلى اللقاء.